الذي أكرمنا بالبنات والبنين وجعلهم من جملة الأمانات في يد القائمين عليهم يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات والمحرمات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا خير من ربى أمته وعلمها وهدبها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا يتنافسون في أفعال الطاعات ويبتعدون عن كل المنكرات فنالوا بذلك رضا الله في الدنيا والآخرة. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، جمعنا الله جل جلاله في هذه الليلة المباركة تحديدا في هذا المكان المبارك. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الليلة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، كما نسأله أن يحفظ أهل المنزل الذين وجهوا الدعوة إلى الحضور الكريم. نسأل الله تعالى أن يشفي الأخ وأن يمتعه بصحة جيدة. رب الناس، أذهب البأس، شفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. معاشر الإخوة، كما لا يخفى عليكم أن المناسبة شرط كما يقال. إخواننا أكرمهم الله بمولود كما قال الأخ، ولذلك بفضل الله سنتحدث عن الحقيقة. الحقيقة هي الشاة التي تذبح يوم سابع ولادة المولود، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ولادته ويسمى ويحلق شعره. إذن كل مولود لا بد له من هذه العقيقة إن استطاع الآب إلى ذلك سبيلا. كيف نصل إلى اليوم السابع؟ إن ولد المولود قبل الفجر يحسب ذاك اليوم، وإن ولد بعد الفجر لا يحسب ذاك اليوم. هذا إن أراد أن يطبق السنة، فإن لم يستطع في اليوم السابع قال أهل العلم في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن ففي الواحد والعشرين، فإن لم يتمكن فما تيسر له ذلك، فالأمر واسع. في اليوم السابع يتم التصريح بالاسم، وأن هذا الاسم يجب أن يكون له معنى ومدلول. ورد في حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأسماء ما عبد وحمل، أي أن يكون الاسم مرتبطا باسم من أسماء الله الحسنى. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية: من حفظها دخل الجنة، بمعنى على المسلم أن يتفاعل معها إيجابيا وأن يطبقها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل جلاله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك علينا أن نسمي أبناءنا عبد الغفور، عبد الصبور، عبد الشكور، عبد العال، عبد المتعال، وهكذا.
وأن نسمي أحمد ومحمد، فمن حق الابن على أبي أن يختار له اسما جميلا، كما قلنا أعلى أن يكون هذا الاسم له مدلول وله معنى. قبل ذلك فالآب مطالب باختيار الأم الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثم بيّن وعلل وقال: إذا خبت حفظتك في نفسها وفي مالك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك. في اليوم السابع يتم التصريح بالاسم الذي وقع اختياره من طرف الآب. كذلك في اليوم السابع يحلق شعره ويتصدق بوزن ذاك الشعر ذهبا أو فضة حسب الاستطاعة. معاشر الإخوة، هذه الحقيقة من حكمتها أنها تحفظ المولود من أم السبيان، أي من تابعة الجان. ومن الحكم المرتبطة بها كذلك شكر الله على نعمة الولد. وذهب أهل الظاهرية إلى أنها واجبة على المولود له، وذهب الطائفة من العلماء إلى القول بأنها سنة مؤكدة، وقيل بأنها مستحبة. فالعموم في القول الوسط هي أنها سنة مؤكدة بالنسبة للقادر عليها. تعتريها الأحكام التي تعتري الأضحية تماما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربعة لا تجوز في الأضاحي، أي لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي أي لا مخ في عظامها. فنفس الأحكام تعتري الشاة التي تذبح في الحقيقة. خارج المذهب المالكي فإن الحقيقة تكون شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن البنت. وفي المذهب المالكي فإن الشاة الواحدة تكفي، سواء تعلق الأمر بالذكر أو بالأنثى. والقائلين بتعدد الشاة يأخذون بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر وتحدي الأنثيين. كما أن شاة الحقيقة بدورها تقسم إلى ثلاثة: قسم يهدى أو يتصدق به، وقسم يؤكل، وقسم يدخر. فما يعتري الأضحية يعتريها من أحكام تتعلق بها. وفي اليوم السابع يؤذن في أذن المولود، غير أن هذا الأذان يجب أن يكون خفيفا ولطيفا حتى لا يضر بأذن الصبي، لأنها لا تتحمل الأصوات المحرجة. يقول الله جل جلاله وهو يتحدث عن الأولاد والأحفاد، حيث يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. من هذه الآية يتبين أن الله عز وجل قسم الخلائق إلى أربعة أقسام: قسم يخصه بالإناث فقط لحكمة يعلمها الله جل جلاله، وقسم يخصه بالذكور، وقسم ثالث يجمع له ما بين الذكور والإناث على حد سواء، وقسم رابع لا ذكور ولا إناث. قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا. ولنا في الأنبياء قدوة،
حيث أكرم الله نبيه وعبده شعيب عليه السلام بالإناث فقط، وأكرم الله نبيه لوط عليه السلام بالإناث فقط، وخص بعض الأنبياء بالذكور كنبي الله إبراهيم خليل الرحمن، الذي يقول الله جل جلاله في حقه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ألم تر إلى الذي حاج في ربه أن آتاه الله وحاجه قومه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ورد ذكره كثيرا في القرآن الكريم، وقد تمكن العلماء من إحصاء ما ذكر من اسم إبراهيم الخليل في القرآن الكريم، وعثروا على 69 اسما في القرآن الكريم، بمعنى أن إبراهيم الخليل ذكر في القرآن الكريم 69 مرة. هذا النبي العظيم أكرمه الله جل وعلا بالذكور دون الإناث لحكمة يعلمها الله جل جلاله. وهناك من الأنبياء من جمع الله لهم ما بين الذكور والإناث. نأخذ على سبيل المثال آدم عليه السلام، وإن كان مختلفا في نبوته جمع الله له بين الذكور والإناث. يقول تعالى في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. النفس الواحدة التي خلق الله منها البشرية هي آدم عليه السلام، خلقه الله جل جلاله طوله 60 ذراعا كما هو وارد في صحيح البخاري. ثم بدأ الإنسان ينقص شيئا فشيئا إلى أن أصبح على ما هو عليه الآن. آدم عليه السلام جاء للقيام بالمهمة وهي الخلافة عن الله عز وجل، كما قال تعالى في مطلع سورة البقرة: وهو أصدق القائلين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن آدم عليه السلام هل يقوم بهذه المهمة لوحده؟ لا يختلف اثنان في كونه لا يستطيع أن يقوم بها لوحده، لذلك سلط الله عليه نوما ثقيلا واستخرج من درعه الأيسر حواء، وسميت بحواء لأنها خلقت من كائن حي يمشي على الأرض. وذهب بعض العلماء جزاهم الله خير إلى القول والتصريح بأن حواء خلقت مما خلق منه آدم، أي من تراب وماء. وعلى العموم، ثم بدأ النسل وبدأ التكاثر، حيث أنشبت له 20 بطنا، في كل بطن ذكر وأنثى، والذكر من البطن الأول يتزوج الأنثى من البطن الثاني، والذكر من البطن الثاني يتزوج الأنثى من البطن الأول. كان هذا معمول به في شريعة آدم عليه السلام، لأنها الانطلاقة ولأنها بداية التكاثر ولأنها. واستمر الحال على ما هو عليه إلى أن قتل قابل أخاه هابيل، بعدما أمرهم آدم عليه السلام بالزواج كما كان قبل قابل وهابيل، إلا أن قابل تمرد على أبيه ورفض الانصياع والامتثال لأبيه، حيث حاول الاحتفاظ بالتوأم الذي ولد معه لأنها كانت ذات جمال، بينما أخت هابيل كانت مليحة الجمال، ولذلك وقع الخلاف. هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم حيث يقول: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. رفع الأمر على جناح السرعة والفور إلى آدم عليه السلام فأراد أن يفصل بينهما، فأمرهما بتقديم قربان لله عز وجل، والقربان هو ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا أيضا كان معمولا به في شريعة آدم، حيث قدم هابيل كبشا ثمينا من أجود ما يتوفر عليه، وكانت له رؤوس غنم على النقيض من ذلك أن قابل كان مزارعا فبحث عن أردل الحبوب وقدمها. فبالنسبة للأول أنزل الله نارا من السماء فاحترق ذلك الكبش، وكانت هذه إشارة إلى أن الله جل وعلا تقبل منه ذلك قربان، بينما قابل لم تنزل النار ولم يحترق ما قدمه من حبوب، فكانت هذه إشارة إلى أن الله لم يتقبل منه. أتدرون يا إخواني الكرام ماذا فعل؟ هدد أخاه وتوعده بالقتل، حيث قال قال لا أقتلنك، قالها بنون توكيد شديدة، هدده بالقتل. فأجابه هابيل قائلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما أداة حسب، إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ونفذ قابل ما توعد به أخاه حيث قتله، قيل بحجر وقيل بعصا وقيل بحديدة، فعلى العموم فإن جريمة القتل وقعت، وهي أول ذنب سفك بغير حق على وجه الأرض. إذن خلاصة القول، وقع اختلاف في توازن الذكور والإناث، فأنجبت حواء بطنا فيه ذكر واحد يخلف قابيل وهو شئت، وشئت بالعبرية تعني هبة الله، وهذا الابن الأخير هو الذي علمته الملائكة كيف يغسل أباه، وقام بغسل أبيه كما علمته الملائكة، ثم نقصة الدفن أخذها البشر من الغربين التي بعثهم الله، وقتل أحدهم الآخر وهبش وبحث في الأرض ودفناه، فبعث الله غرابا يواري كيف يواري سواء أخي، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواء أخي، فأصبح من النادمين من أجل ذلك. إذن هكذا بدأ التكاثر والتناسل. إذن آدم عليه السلام أكرمه الله بالذكور والإناث. آدم عليه السلام ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم 25 مرة ذكره الله في القرآن الكريم 25 مرة، يقول في حقه تعالى وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. بعد ذلك هناك أنبياء أكرمهم الله بالذكور والإناث. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بالذكور والإناث، ونبينا العظيم قائد هذه الأمة إلى شاطئ الأمان ذكره الله جل وعلا 4 مرات في القرآن الكريم. هناك أنبياء لم يرزق ذكرا أو أنثى، من ذلك عيسى بن مريم، عاش سائحا على وجه الأرض يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى عبادة الله، لم يشيد قصرا ولا بلطا. يقول تعالى في حقه وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وقرئت وإنه لعلم للساعة فلا تمترن. عيسى بن مريم عليه السلام لم يولد له إطلاقا لحكمة يعلمها الله، ولكي يتأسى به من لم يرزق
الولد أو البنت على حد سواء. فالأنبياء هم لنا قدوة. عيسى بن مريم ذكره الله تعالى في القرآن 25 مرة، مفارقة غريبة، نفس الرقم الذي ذكر به آدم ذكر به عيسى بن مريم. علاش؟ لأن الله عز وجل يذكر القاسم المشترك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فآدم خلق من غير أم ولا أب، وعيسى بن مريم خلق من غير أب، وهما يلتقيان. ولذلك قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فهذا النبي العظيم يقول في حقه وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. إذن هؤلاء إبراهيم الخليل وعيسى بن مريم ومحمد عليه السلام هم من أولي العزم، حيث يقول تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. ومن الأنبياء الذين أكرمهم الله بالذكور والإناث موسى عليه السلام، وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم 36 مرة. هذا النبي أكرمه الله بالذكور والإناث، وهو واحد من أولي العزم، وكان يتمتع بحياء كبير، كان الحياء يخيم عليه وهو يسير في طريقه وهو يدعو إلى الله وهو يصلي. فقالت بنو إسرائيل إن في جسده تشويه، وذات يوم ذهب لكي يستحم فأمر الله الحجر فابتلع ثوبه، فأخذ يبحث عن ثوبه فنظرت إليه بنو إسرائيل وهو من أجمل ما خلق الله في هذا الكون الفسيح. لذلك أنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. إذن جمع الله له بين الذكور والإناث. شيخ الأنبياء نوح جمع الله له بين الذكور والإناث. نوح ذكره الله 43 مرة في القرآن الكريم، هو شيخ الأنبياء، دعا لمدة طويلة. يقول تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم 1000 إلا 50 فأخذهم طوفان وهم ظالمون. ولقد أرسلنا، اللام موطئة لقسم محذوف تقديره، والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. عاش في قومه عمرا مديدا، يدعوهم إلى عبادة الله، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. أتدرون ماذا فعلوا؟ تفاعلوا مع دعوته سلبيا ولم يتفاعلوا معها إيجابيا. لذلك قال في سورة نوح التي سميت باسمه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأصلها يا رب فحذف حرف النداء لأن المنادى قريب وهو الله جل جلاله. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي فهو لا يقصد تخريب الديار ولكنه يقصد ساكن الديار. تسرب اليأس إليه فتح على قومه بهذا الدعاء الذي سجله القرآن إلى يوم الدين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، من رزق الولد، من رزق المال فقد رزق خيرا كثيرا. ثم قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معاشر الإخوان، سأل الله تعالى أن يبارك في هذا المال وأن يجعله طليع خير وبركة على والديه وعلى المسلمين أجمعين، وأن يجعله طليع خير وبركة وشفاء على جده. اللهم قوينا واحفظنا وارعانا ويسر أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أثرنا ولا تجر علينا. اللهم احفظنا وارعانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم أمير المؤمنين
جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز بالدين وتعلي براية الإسلام والمسلمين واجمع به كلمته مع الحق والمسلمين واحفظه في ولي عهده وفي شقيقه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلوا على من أمرتم بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.